بس بنعتذر لكم يعني انا ان شاء الله اكون معاكم بس في خلال 10 دقايق.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس كلها سامعاني؟ لو في بس يا ريت يكتب رقم، عفوا اللي سامعني يكتب رقم 2 او اللي عنده مشكلة في الصوت يعني. طيب انا بداية بحب اعرف الناس ان النهاردة ان شاء الله هتبقى اخر محاضرة النهاردة في محاضرة في دبلومة مصمم فوتوشوب. النهارده هنتكلم عن اكتر من جزئيه. محاضرتنا النهارده مش هتبقى كبيره، بس ان شاء الله هنحاول فيها ان احنا يعني نعمل اكتر، نخلص كل الحاجات اللي كانت اللي احنا ان شاء الله هنقدر ان شاء الله النهارده ان احنا نخلص كل البرنامج زي ما وعدناكم في 24 ساعه. بداية النهاردة هنتكلم عن أكتر من حاجة. هنتكلم عن إزاي نعمل براد مش نفسنا وإزاي نعمل باترن لنفسنا، وهنتكلم برضو عن إزاي نعمل أنيميشن لأي حاجة إحنا محتاجين نعمل لها أنيميشن. بداية هنتكلم برضو عشان ما ننساش، هنتكلم في اخر المحاضرة بإذن الله عن امتحان نهاية الدورة، وهيبقى ازاي وهيبقى وضعه ايه وهيبقى امتى. نبدأ محاضرتنا ان شاء الله. لو في اي سؤال او في اي حاجة معايا يا ريت نخليه في اخر المحاضرة. لو في سؤال بس خاص بجزئية معينة او بحاجة انا بشرحها يا ريت. الناس توضحوا لي لو في اي سؤال عامة عن الفوتوشوب. هنوصلك النهاردة كبيرة جدا بإذن الله. شكرا لكم، وهنبتدي بقى المحاضرة إن شاء الله. عادة يا جماعة إن شاء الله لما بنخش الجي عشان ما يأثرش على فاحنا في ناس بتسأل بتقول يا جماعة أنا أول مرة موجود معاكم هنا، أنا عايز أعمل إيه؟ حضرتك كده يعتبر فاتتك الدبلومة اللي ممكن حضرتك ما كل ده تاخد. أما النهاردة طبعا هي دبلومة طبعا إن هو نبدأ إحنا كملنا صح صحيح. أنا هقدر معلش أنا ممكن كمان انا عايز اخليها بالعرض. تمام، خدنا لان بتستخدم مع الصورة بالظبط انها زي فرشة الدهان الى اخره، واتكلمنا عن خصائص البراش، اتكلمنا عن ازاي ان احنا نضيف جديدة عندنا من ادوات انهوت، وازاي نعمل لود البراش عندنا موجودة تمام، وازاي عفوا وبس ما اتكلمنا انا لو انا ازاي انا بقى
يعني انت بتقول لي اعمل لود لبراش، طب انا اعمل يعني لود لفيد، انا ما عنديش براشات جاهزه عندي في الكمبيوتر، او ما مش او انا ينفع اعمل براش خاصه بيا وانزلها على الكمبيوتر؟ اقول لك اه ينفع تعمل براش خاص بيك على الكمبيوتر. طب يعني ممكن تفيدني في ايه؟ اقول لك ممكن تفيدك مثلا في انك انت تستخدمها في ختم الستور، ممكن تصمم ختم خاص بيك. تمام، ممكن تعمل بيها حاجات كتيرة جدا. تصمم عوالق التعامل مع بعض خدمة دلوقتي. أنا دلوقتي هاجي أعمل ريكتانجلر كده بالشكل دوت، هعمل للحبل ده هعمل له ستروك مثلا 10، لونهم أخضر بالشكل دوت. تمام، وأجي نوت هكتب أنا بس عايز، طيب دقيقة واحدة بس أنا أخرج من سكين شير. طيب تمام، هنرجع تاني. عفوا زي ما قلنا، بس انا هعمل بقى هفتح لها جديدة. تمام، وعشان ما تصدمش بموضوع ان التصميم بتاعي بيطلع لها جديدة خالص، وبعدين هعمل السليكشن ده كده، هعمل له حاجة اسمها تمام السليكشن اللي انا عملته فيه. هعمل له حاجة اسمها ستروك. تمام، واختار نفس المسافة العادي او كده، مثلا الختم بتاعي مثلا هسميه مثلا محمد، مثلا و عشان الماوس بس عندي معاك بس شوية. بتاعي اللي انا عايز اعمل له خط، اكبر شوية بس الخط بتاعي كده، خليه يملى المساحة مثلا كده. تمام، انا اكبر شوية كمان. وهكتب مثلا ايه، انا لو انا مثلا زين مثلا باي محمد، مش هيختلف على موضوع الفونت وان اغير، عفوا مش الفونت، الكالر بتاع اللون مش هيختلف معايا. اما طبعا الفونت اه لا الفونت هيختلف معايا كويس، لو غيرت الفونت شكله حلو هيظهر معايا شكله حلو، بس لا في الاخر ميظهرش معايا في التصميم بتاعي. هنا هختار هنا فونت مثلا مناسب مع محمد الديزاين الخاص بيا. خلاص، طب انا عايز اخد الحاجة اللي انا عملتها ديت. تمام، ده طبعا حاجة اسمها شادو، واحنا طبعا اتكلمنا عنها بالتفصيل، عن افكس وكلامنا تفصيل. هنا انا بقى عايز اخد التصميم اللي انا عملته دوت واختراعه اعمله
برش عشان لما اجي اعمل اي تصميم اقوم خاتم بيها كده. جاي هنا اهوت عامل ده واقوم مختار حاجه اسمها ديفنت برش بريست. ديفنت برش بريست اختارها، هيقول لي انت عايز التصميم دوت تمام، اللي هو الصورة دي كلها على بعض تمام، تعمل لها برش. اقول له اه، طب هتسمي البرش ايه؟ انا هسميها ستامب. هاجي بقى مثلا حتى من غيرها، هاجي مثلا صورة مثلا الجهاز مثلا وليكن الصورة دي مثلا، اقوم جاي مختار البرش بتاعتي، هاجي افتح هنا هلاقي البراش بتاعتي نت خالص اسمها ايه 380، يعني ده حجم البراش بتاعتي 380 تمام اهي. دي كده البراش بتاعتي، اختارها تنزل عندي كختم، ممكن نعملها نشط وباين شويه للناس كلها كده. انا عملت مش ختم بس، انا عملت براش ليا، ممكن تستخدم كختم، ممكن تستخدم في حاجه بقى. هناخد دلوقتي كده استخدام ليها، بس خليني اعرف في اي مشاكل او تعليقات في الجزئيه اللي في ناس كتير بتشتكي ان الصوت كان بيبقى مش شغال. طيب كام واحد عنده مشكله؟ طيب انا هعمل بس هنعمل فولت، هنعمل كام واحد كان عنده مشكله في الشيرنج؟ اللي عنده مشكله في الشيرنج يقول لا. تمام احيانا لا نعم. طيب عندها مشاكل انها تعمل ريفرش الصفحه بتاعتها تمام، وان شاء الله النت هيشتغل معاها ومفيش اي مشاكل عندها تمام. خلاص انا مش محتاج اعمل نسبه كبيره جدا من الناس ما عندهاش اي مشاكل يعني تمام، وفي ناس بعضها عندها مشاكل بس المعظم تمام الناس ما عندهاش مشاكل. عشان بس احنا ما نضيعش وقت المحاضره، يا ريت الناس تخش على الكمبيوتر تعمل ريفرش الصفحه بتاعتها تمام وتنتظر، وهيشتغل مع الشيرنج مفيش اي مشاكل. ان شاء الله هنعيد تاني اللي احنا قلناه عشان الناس ما كانتش معانا او الناس اللي كان عندها مشاكل، هنعيد كل اللي احنا قلناه تاني. خلاص والناس تتابع معانا في الشيرنج الجديد ان شاء الله، ان شاء الله مش هيحصل اي مشاكل. خلاص كده نرجع تاني لمحاضرتنا النهارده ان شاء الله. ده الشكل النهائي كان التصميم بتاعنا، هنعيد تاني التصميم بتاعنا كأن لم يكن.
انا هخش هنا اهوت عادي، هعمل صفحة جديدة، الصفحة الجديدة بتاعتي. انا بس الاول قبل ما اعمل صفحة جديدة احجز احدث البرش اللي انا عملتها. اجي اعمل صفحة جديدة، اختار التصميم بتاعي عادي زي ما انا عايز. انا هعمل يعني ايه كونفرت للتصميم بالحجم الطويل كده. هاجي هعمل مثلا، انا بعمل دلوقتي بطبق مثال ختم، هعمل براش بختم اي تصميم انا عايز اختمه، اعمل له ختم بالشكل ده. اقوم جاي عامل اهو، او ممكن اعمل ريكتنج، دي حاجه تبسطني. بس انا هعمل ريكتنجلر سيلكشن، وبعدين اقوم جاي عند اديت واعمل حاجه اسمها ستروك. يعني ايه؟ يعني ايه بيظبط الحواف زي ما احنا عارفين. هقول له الستروك بتاعي انا عايزه 10 سنتي، تمام؟ اقول له اوكي. بعد كده اقوم جاي هنا اهوت، واقوم ايه مختار الكلمة اللي انا عايز اكتبها مثلا، وليكن مثلا محمد. حاضر. ماشي. وهكتب كلمة تانية مثلا وليكن ديزاين. خلاص. اقوم جاي عند ايديت، في حاجة اسمها ديفينت براش، براش بليد. مختار الشكل. وعلى فكرة بقى هنا نخلي بالنا قوي، هو مش بياخد باللاير، هو هنا مش بياخد باللاير، هو هنا بياخد بمجمل اللي بتستعمل. تمام. عايز تسمي ايه؟ لو حتى هو بيعمل لي شكل التصميم بتاعي هنا، خلي بالك هو بيفرغ التصميم من الالوان بتاعته، يعني مهما حطيت من الوان هو مش هتفرق معاه حاجة واحدة، في الاخر التصميم بلون واحد. تمام. اللي بتفرق معاه بس الكتابة. تمام. هتقول لي ازاي؟ هنعرفها حالا. بس مثلا احنا دلوقتي هنسمي التصميم بتاعنا مثلا ايه، ستامب مثلا. اضغط اوكي. هقوم جاي هنا اهوت. خلاص انا افترضت دي بقى، خلاص انا قفلت بقى. واقوم داخل نيو وعامل صفحه جديده، واقوم جاي هنا اهو، بلاش صفحه جديده خلاص، خلينا في جايب البراش بتاعتي ومختار. هنلاقي الختامه ماشي، او البراش بتاعتي هنلاقيها في الاخر خالص، اخر براش نازله هتلاقيها موجوده عندك، هيظهر لك التصميم بتاعك. هتضغط كليك، خلاص التصميم بتاعك نزل اهو. كليك تانية، التصميم بتاعك نزل اهو. كليك تالتة، التصميم بتاعك نزل اهو زي ما حابب. طيب كده وبس؟ لا ده مش كده وبس. طيب انا ممكن افتح صورة جديدة مثلا زي ما انا وريتكم اهو، هيكون صورة مثلا دي مثلا، واقوم جاي هنا اهوت كده، وعامل مثلا ختم ليا اهو اهو عشان يبين الناس اهو. طب هو انا ينفع، هو انا ينفع الختم بتاعي؟ اقول لك دي برش يا باشمهندس. برش يعني ايه؟ يعني برش لو انا جبت البرش ديت اهي وعملت كده، عملت ايه؟ لون اخضر بترسم. طب افرض انا مثلا احمر اهو، يا عم عندنا الاحمر. هلا يعني ينفع اطبق الموضوع دوت في التصميم من اللي انت عايزه؟ يعني لو انا جيت هنا اهوت كده اخترتها وعملت كده تطبع احمر، مش هتطبع ابيض، عفوا مش هتطبع اخضر، مش كده وبس. ده انا ممكن
اختار لون ازرق اهو. موضوع خاص زي ما انت حابب تعمله اعمله. زي ما انت حابب تشتغل تشوف شغلك اعمله. تمام. ممكن طبعا هنا اهو مثلا هنا انا عايز اعملها لون يكون واضح شوية في الصورة اهو. اذا البرش بتخضع كانها برش عاديه خالص لكل التفاصيل الخاصه بالبرش من حيث الحجم الى اللون مفيش اي مشاكل. اعتقد ان الموضوع ده واضح للجميع. طيب خلونا ننقل بقى على جزئيه تانية برضو في البرش. البرش زي ما قلت مش للصور للخدمه بس، لا انا دلوقتي هجيب صوره اتمنى الاقيها يعني الوردة دي انا ممكن اعملها برش. انا هشيل بس الحواف معايا في البرش اوكي، وبعد كده هاخد سايب الوردة ديت، عفوا مش سايب الوردة دي بقى، اقوم واخدها اعمل لها ديفند برش بريزنت. بيقول انت عايز صورة الوردة دي تبقى برش؟ اه عايز صورة الوردة دي تبقى برش. اضغط اوكي، اقوم جاي بعد كده مثلا في الصورة زي الصورة اللي عندي مثلا شوية مثلا اختار نوت صورة دلوقتي. انا خلاص انا نزلت البراش عندي اهيت، بص بقت ايه، خد مجسم الوردة ده او خد الشكل بتاع الوردة تمام، وايه اعملها برش. يعني ممكن مثلا انا اعملها كده ايه مثلا، عملت كده اهوت وعمل خفت نفس الطبقة دي بالشكل دوت كده على جنبها. ممكن بس طبعا مفيش وردة خضراء يعني صعبة بس برش. ممكن أقلل وأنا حر، الموضوع خاص بي، عايز أعمل له مود أو خاصة بالمود بتاعي ممكن أنا أعمل أي كلرز مود أنا حابب أعمله أهو. كلر ريموفر اللي هي كده حشيل بتاع البنت ديت مثلا ظاهر من الوردة اهو. طبعا احنا عارفين يعني برنامج الفوتوشوب برنامج الصورة صورة غير كده، احنا البرش في اي مش عنده حوار. بس ارجو يا جماعة لو سمحتوا عشان بس ما نضيعش وقت المحاضرة، لو ما يكون في مشكلة عنك نقول ايش الاسئله الجانبيه يعني عشان ما نضيعش وقت المحاضره بس استاذين. الشير كان واقف فين؟ الشيرنج كان واقف فين؟ ايوه الان الصوت واقف والصوره واقف. انت عشان انا حضرتك بسالكوا لو انت عندكم أي أسئلة يا ريت توضحوها لي.
الشوبينج وور في الاخر الناس مين الناس تكون فهمت الفكره يا جماعه؟ انا مفيش دلوقتي صور ولا حاجه، انا بتكلم معانا قبل كده. استاذ انجي ميرا، تمام. بنختار من ايديت في امر اسمه ديفند براش بريست، ديفند براش بريست ده بنختاره وبيعمل لنا البراش اللي انا عايزينه. تمام. طيب نخش على جزء جديد. كلنا عارفين يعني ايه باتمان، واتكلمنا قبل كده عن الباتمان، وقلنا ان الباتمان ده يا جماعه هو عباره عن بدل ما نشرح يعني نظري، خلينا نشوف عملي احسن عشان الناس توصل لها المعلومه كلها. لو افترض عايز اعمل ده باتمان يا جماعه، بيبقى عباره عن صوره بتتكرر معايا اكتر من مره، فبتعمل شكل تاني تصميم مختلف شوية. طيب انا بقى لو انا عندي صورة ينفع، يعني لو افترضنا مثلا صورة البنت اللي كانت موجودة ديت، هي صورة البنت عايزها لو نفس ال ديفينت باترن من ايديت برضوك ديفينت باترن، تمام. نقوم ضاغطين اوكي، هقفل الصفحة بتاعتي خلاص بتاعت التصميم، هخش على صفحة جديدة هي انا عامل لها نيو من قبل كده، واخش على اي مكان اجيب منه الباترن بتاعتي وليكن من هنا مثلا، واختار صورة البنت بتاعتي. هي صورة البنت بتاعتي بتتكرر معايا اكتر من مرة بالشكل دوت، تمام. لو انا مش حابب كده هوت، انا ممكن اعمل سكيلز مثلا للصورة بحيث انها تتكرر مرة واحدة بس، تمام. ممكن اعمل اوبستريس افتحها واغمقها، اعتقد مفيهاش اي مشاكل موضوع الباترن ده يعني. اهم حاجه تعرفوا ان ده بيجي من هنا، ان الباترن بيتعمله من هنا والبراش بتعمله من هنا وقت. هو ده ده ده, ده اهم حاجه تفهمها من الفرق بين الاثنين يعني. ممكن برضو اجي اجيب الختم بتاعي مثلا، بلاش الختم، لو انا مثلا كتبت مثلا عاطف مثلا عايز اكرره في الصفحه، بدل ما اقعد اكرره انا هسيبه كده اهوت، اخش اعمل ايديت وهقوم عامل جاي عامل ديفنت باترن واقول له اوكي، تمام. انا ما ضغطتش اوكي، عفوا باترن اوكي، اقوم ضاغط اقفل الصفحه دي خلاص، اقفلها بقى وانا فتحت كده، انا فتحت صفحه جديده، واقوم جاي عند مثلا
جاي عامل مثلا فيلم، اقول له سمحت انا عايز باترين، باترين دي لو سمحت انا عايز عصر دوت، ضغط اوكي. هو جابها لي صفحة واحدة عشان هي كانت الكلمة، بس انا لو انا عملت كده اهوت فيلم، قلت له باترين، قلت له لو سمحت بقى عملت، لما جيت انا اعمل البراش بتاعتي قلت له لا لو سمحت الباترن بتاعي عفوا، قلت له اعملي ريسايز للصفحه بقى وهات لي بس الصفحه تكون بالشكل الصغير دوت، لان الباترن بيختلف عن البراش طبعا تمام، ويا ريت كمان ما يبقاش في كلام تحتيه يعني. قوم جيت كده اهوت الباترن بقى، قلت له اوكي. وبعدين جيت بقى فتحت صفحة جديدة، رحت واخترت الباترين بتاعتي، بس اخترت الباترين ديت بقى، قلت له اوكي. اوتوماتيك على طول هو راح عمل لي تكرار للكلمة، طريقة تصميم برش، تصميم باترين، شرحت ناقص بس حاجة واحدة في الفوتوشوب هي أنا أخد أبدل بس ما يعني ما أخش جزء كبير جدا دلوقتي العسل كانت أو في حد مش فاهم جزئية معينة، فنضطر إن إحنا نرجع لها تاني فترة جبنا يعني حتى ولو بسيطة عشان ما يبقاش خدنا كم كبير. استاذ احمد بيقول ليه لما بفيديو الشات بقفله، استاذ احمد عشان ما يحكيش في الشرح وعشان بيقيت الدوره يعني او سرعه المحاضره او الشيء. عليك السلام ورحمه الله. في دوره كلام في حل مره تقريبا حاجه تانيه ماشي. عامه يا باشمهندس انت لما بتعمل باترن تمام اوتوماتيك الكلمه بتتكرر معاك. يا ريت يا جماعة لو عايز يسأل أي أسئلة يسألها على الشاتنج عادي، عشان مش هعرض أرجع للشاتنج العام والخاص، عشان أنا جايلي أسئلة كتير على الخاصيات العام زي الخاص عندي يا جماعة. جست 465 بيسأل بيقول بعد إذنكم هو درس الفوتو إمتى؟ هو يعني إحنا بنشرح حاجة تانية؟ أسئلة تانية يا جماعة. صغرنا حجم التصميم ازاي؟ في أداة اسمها كروب هي موجودة عندك تقريبا، هي يعني خامس أداة أعتقد يعني تمام. دي بتستخدمها بإنك أنت تعمل بتحدد الجزء اللي أنت عايزه والباقي كله بيعمل تعمل له نوع من أنواع الكات يعني. ازاي الكلمة بتتكرر في الباترين يا جماعة؟ والله انتوا لما بتعملوا كلمة واحدة بتأحمد اهوت وليكن يعني وخدتها وكررتها، هو في مجرد انك انت بتعمل كلمة احمد تمام على لايرز لوحدها كده وتشيل اي سلكشن من عليها
بتنزلها كباترن اوتوماتيك، لما هتحطها في اي صفحه هتلاقيها اتكررت اوتوماتيك. ما هو الباترن عباره عن تكرار الكلمه، هو ده الباترن، هو ده الهدف منه الباترن اساسا. تاني يا جماعه، من اداه السليكشن في حاجه اسمها اداه ماجيك تول. تمام، اداه الماجيك تول زي ممكن تحذف سليكشن زي دوت سهل، يعني تحذف الخلفيه البيضاء. استاذ ولاء بتقول انا عايزه تصميم كامله، مش فاهم. عفوا، لو حضرتك عايز تصميم كامل فده ان شاء الله، بس مش هيبقى معانا النهارده. يعني عشان ما اقدرش اوعدكم بميعاد معين يا جماعه، انا مشغول الفتره الجايه جدا، بس ان شاء الله هنعمل ورك شوب كده مثلا محاضرين ثلاثه كده، نعمل فيها تصميم مع بعض، نتبادل بيها خبراتنا باذن الله كلنا مع بعض. بس تكون انتوا شويه اشتغلتوا في فوتوشوب كده وعملتوا شغل كتير كده وبقيتوا خلاص بقى كويسين في الفوتوشوب، نعمل بقى ورك شوب كده. يعني عباره عن ورك شوب يا جماعه، يعني عباره كده عن زي مثلا بالمصري كده عباره عن محاضره، مش محاضره يعني، روم كده تتفتح ونقعد كلنا بقى كل واحد بيعرض التصميم بتاعه، وكلنا نقول له والله لا ده كويس، الجزئيه دي لا، الجزئيه دي مش حلوه كده يعني. فعباره عن يعني مع جيست 500 حضرتك، دي محاضره فوتوشوب، المحاضره النهائيه في فوتوشوب. حضرتك تشرفينا لو قعدتي كملتي معانا وسمعتي المحاضره، لو حضرتك مش مهتمه بالبرنامج تشرفينا برضه. استاذ ولا انا بعرف اشتغل حلو عليه قوي، بس عايز اتعلم حاجات اكتر فيه. حضرتك ممكن تسمعي التسجيلات وتستفيدي بكل اللي فات ان شاء الله. استاذ محمد بيقول ان الكلمه مش بتتكرر عنده، ايه السبب؟ يا باشمهندس والله هي انت لما بتعمل الكلمه وبتسيلي السلكشن بتاعها اوتوماتيك بتتكرر، استحاله تقنعني باي حاجه من كده غير كده. لو حابين نرجع تاني نكرر، نعمل لكم تكرار الكلمة، ممكن نرجع تاني نعمل لكم تكرار الكلمة. حاضر. بالنسبة بس خلاص كده احنا، طيب حاضر حاضر، هراجع لكم الجزئية الأخيرة. حاضر. نقفل بقى الشاتنج بتاعنا خلاص ونخش نكمل محاضرتنا. هنرجع بس جزئية بسيطة، هنرجع واحد طلبها مني. الكلمة بتتكرر، أنا ما بعملش أي حاجة. أنا يا جماعة كل اللي عملته، عملت حاجة بسيطة جدا، كتبت كلمة مثلا وليكن، كل اللي عملته كله أصغر حجم بس الصورة، ممكن أصغرها ممكن ما أصغرهاش زي ما أنا عاوز. خدت الليكشن، سلت السليكت، ممكن أصلا أحذف اللاير بتاعتي وما أخليش غير لاير الكتابة أوتوماتيك من غير أي حاجة. هقوم جاي بعد كده عامل حاجه اسمها ديفينت باترن، واقوم داخل بيقول انت عايز تسميها ايه، هنسميها مثلا عاطف برضو، وهنضغط اوكي. هنيجي بعد كده بقى نفتح صوره جديده خالص معانا اهوت نيو. تمام، انا كده فتحت صوره جديده، اقوم جاي عامل ايمج، وهو ما عامل هفل بقى اللي انا عملته دوت شيفت 5. تمام، وبختار باترن، وبختار الباترن اللي انا عاملها اللي هي باسم عاطف اهيت. من ما اعمل اي حاجه بتتكرر معايا. طيب النهارده بقى ناخد حاجه مهمه جدا، هي مش احترافيه بس بتقضي الغرض. برنامج الفوتوشوب يا جماعه كان قبل اصدار سي اس 2 تقريبا، كان بينزل حاجة تانية، برنامج تاني اسمه Elementary.
خطوات البرنامج ده كله في اللي هو برنامج الايمج دي في قائمة واحدة بس مختلفة بين كانت اسمها انيميشن. ايه قائمة انيميشن؟ يعمل ايه؟ قال لك قائمة انيميشن ديت مهمتها انها عفوا بتعمل نوع من انواع تعديل النوع من انواع اللي هو بيسموه تحريك النص او تحريك الطبقه او تحريك التصميم. خلينا نقولها عشان بشكل ادق، خلينا نوع تحريك التصميم. يعني التصميم بيتحرك كتير جدا منا بيخش مواقع الانترنت بيشوف مثلا ادخل وسجل الحصول على الدوره، ستجد ما يسرك، مش عارف ايه، ونلاقي الكلمه بتختفي وبتروح وبتيجي وكده. في برامج متخصصه بالمجال ده، بس الفوتوشوب عنده الاضافه ديت. انت ممكن تقدر انك انت تعمل حاجه زي كده. طب ازاي اعرفه النهارده؟ طيب اول حاجه انا بمشي في تصميم عادي جدا، دي رقم واحد ولازم نحطها من بدء اللي حطينا في دماغنا على طول، ان انا لازم امشي في التصميم بتاعي على طول ومفيش اي كائن. يعني مش عشان انا بعمل بشتغل في الانيميشن يبقى مش معناها ان انا اشتغل في الانيميشن اول واعمل تصميم، لا. اول حاجه لازم اعملها نعمل تصميم يعني عادي جدا وبعد كده افكر في موضوع الانيميشن ده. طيب انا دلوقتي جيت عملت مثلا وبعد كده فتحت لاير جديدة وعملت كتبت مثلا محمد عاطف، مثلا تبت فوق مثلا فوتوشوب انا كتبت مثلا عايز اغير الخط ان هو عايز اغير وليكن ده يعني. ايه بقى كلمة انيميشن ديت؟ انا ده التصميم بتاعي عادي جدا، مفيش اي حاجة فيه انا عملتها. ده التصميم بتاعي، انا عايز اقول دور الفوتوشوب مع مثلا محمد عاطف او مع محمد عاطف، ده اللي انا عايز اقول. طيب عايز بقى اخلي النص ده والشكل ده يتحرك معايا كده ويروح ويختفي عشان مثلا ارفعه على النت او الى اخره، اقوم جاي عند ويندوز واختار حاجه اسمها انيميشن. انا كده فتحت القسم بتاع الانيميشن. بعد كده بلاقي حاجة اسمها انيميشن، وتلاقي لي حاجة اسمها بين قوسين فريمز. دي المكان اللي انا بقدر احط فيه اللايرات بتاعتي. طيب نخلي بالنا بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي. الموضوع بتاعنا كله او فكرة اللعبة اللي احنا هنلعبها دلوقتي ان احنا هنخفي حاجات وهنظهر حاجات. اللي هيفضل ظاهر هو اللي هيظهر في الطبقة ديت، واللي هيختفي مش هيظهر في الطبقة ديت بس ممكن يظهر في الطبقات اللي بعديها. يعني ايه؟ دي ولا كلمة اللايرز انا عارفها، انا مش عايز في اللايرز دي حاجة خاصة بيها، مش عايز بس غير اللون الابيض ده اللي يبان. بالفعل مفيش اي حاجة بين اللون الابيض. في اللايرز الجاية بقى ماشي، دي اول لايرز معايا. تاني لايرز لو سمحت تظهر لي كل الحاجة، وليكن يعني اظهر لي كل حاجة، لا لو سمحت تظهر لي بس المربع الابيض اللي هو الاحمر.
تالت لاير. لا لو سمحت بقى ظهر لي كلمة دولة فوتوشوب. في رابع لايرز وفي خامس لايرز ظهر لي كلمة محمد عاطف. يبقى أول لايرز إيه؟ مفيش حاجة. تاني لايرز هظهر مربع بس. تالت لايرز هظهر دولة فوتوشوب مع محمد عاطف في اللايرز الخمسة. يبقى اللي أنا فهمته أو المفروض أنتوا فهمتوه إن أنا بخفي من اللايرز اللي أنا مش عارف، بشيل ديت أو العين تمام، ممكن لها بتختفي اللايرز خلاص، مجرد ما برجعها تظهر اللايرز. يعني لو أنا عملت هنا اللون هتظهر لي اللون، هتظهر لي المربع الأحمر. لو أنا شلت اللون مش هيظهر لي المربع الأحمر. تمام. وهكذا بتطبق على نفس القصه. انا بدات لو انا شلت، لو انا مثلا عايز اظهر كلمه محمد عاطف هنا اقدر اظهرها عادي، مش عايز اظهرها مش هظهرها. يعني انا لو الثلاثه دول مختفيين هنا، لو الثلاثه دول مختفيين عفوا، ممكن مثلا ايه نشيل اللون الاحمر من هنا. كده ايه بس ماشي معاه اهو كل حاجه ظاهره، وننزل بقى كمان محمد عبد. خلاص كده اول حاجه كده، بصوا كده الاربعه مختفيين هنا. لا انا زودت واحده هنا، انا زودت واحده تانية هنا، انا زودت واحده ثالثه هنا، انا زودت واحده هنا، دي زياده هي انا ممكن احذفها من هنا عادي. هنا انا زودت واحده ربع. ده التصميم بتاعي، اقدر اشوف الشكل النهائي بتاع التصميم بتاعي. عندي هنا ثلاث حاجات، دي لو انا هنا في اخر لاير ممكن ارجع بيها من هنا هيرجعني اللاير تمام لورا، دي هتطلعني لاير قدام، تقدم هنا تراجع. دي لو انا هنا لاير ثانية واحدة اضغط على ديت ترجعني في اول لاير على طول. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اشوف الشغل بتاعي. لو انا فتحت اللايرز بتاعي دلوقتي، بص خلونا نتابع بالظبط ايه اللي هيحصل. ظهر كله في وقت واحد مع بعض وبسرعة، هو ده اللي بيعمله برنامج الفوتوشوب، اخفاء واظهار اخفاء واظهار. طيب بس خلاص. طب انا عايز ابطأ شوية الموضوع، مش عايز يظهر كله مرة واحدة. قال لك بقى جنب كل لايرز من اللايرات الموجودة او الفريمز زي ما بيسموها، من الفريمز الموجودة هنا اهوت تمام، في مربع تحت هنا صغير مكتوب عليه سكند او اس اي سي، اختار لي كلمة سكند، بضغط عليها بيظهر لي هنا التايمز اللي انا عايزه. عندي من اول 0.1 سكند، يعني واحد من 10 ثانية لغاية 10 ثواني. لو انا عايز تايم بتاعي بالسكند بيظهر لي التايم بتاعي زي ما انا عايز. عايز دقيقة كاملة ممكن اضغط 60 سكند يعني يديني دقيقة. طيب لو انا مش عايز، افضل لو انا عايز مثلا، لا يبقى الفرق بين كل واحده واحده 5 ثواني. طيب مش انا عملت هنا 5 ثواني، لازم اجي هنا اهوت برضه بعمل 5 ثواني، واجي هنا اهوت بعمل 5 ثواني، او زي ما انا عايز. ممكن اعمل هنا 5 ثواني، ممكن اعمل هنا اهوت 3 ثواني زي ما انا حابب. يعني انا ممكن هنا مثلا ادي ثانيتين، ممكن هنا 5 ثواني، ممكن ايه لو انا مش، لو انا عايز اعمل 3 ثواني مش لاقي 3 ثواني من دول، ممكن اضغط هنا واضغط اذر واقول لا لو سمحت انا عايزهم 3. طبعا ده مش ثانية، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على جزء من الثانية اللي احنا عملناه ده كله جزء الثانية. الثانية بداية من هنا اهوت، انا بختار كده اهوت وبعدين بضغط بلاي. كده انا يعتبر انهيت التصميم بتاعي او استخدام الانيميشنز معايا. في جزء بس بسيط نهائي قوي هنتكلم فيه. في حاجة اسمها عندي هنا قائمة تحت، حاجة اسمها once 3 times forever، أو عفوا forever once و 3 times forever. نشغل التصميم بتاعي المرة واحدة بس أهو، شفتوا انتهى الموضوع خلاص مش هيشتغل تاني معايا. 3 times يعني جربوا اشتغل معايا 3 مرات بس، دي مرة ادي 2
ادي التالتة، بعد كده هيقف فور ايفر، يعني يفضل معايا زي ما كان شغال في الاول، يفضل معايا شغال للابد، شغال للابد، شغال للابد. دي بتفرق في ايه؟ لما بتيجي تحفظ الصوره، لو انت مش عامله فور ايفر يبقى هيشتغل معاك 3 مرات ويقعد ساكت، مش هيشتغل تاني. لو انت عامله على 3 تايمز مثلا، لو انت على عامله مره واحده يبقى هيشتغل مثلا مره واحده وبعد كده كان عمليات مثلا على سايت مثلا على الانترنت، عملت لها ابلود للصوره ديت. لو انا عامل ابلود للصوره ديت وعاملها وان، مجرد ما الشخص هيشغل الموقع هيشتغل معاه الصوره مره واحده بس، ولو عايزها تشتغل تاني لازم يعمل ريفرش الصفحه او يقفل الصفحه ويفتحها تاني. اما لو انا عاملها 3 تايمز يبقى هتشتغل معاه 3 مرات وهتقعد ساكته بعد كده. تقعد ساكته يعني ايه؟ يعني تيجي عند اللايز الاخير كده وتسكت، مش راب، تعمل حاجه تانيه خلاص. على طول فور ايفر يبقى بخليها ايه؟ بختار فور ايفر تفضل شغاله معايا على طول، ما بتقعدش ساكته الا لما مثلا اغير الصفحه وانقل الصفحه. طبعا ده بالنسبه لتصميمات المواقع، يعني انت دي الثانيه الثانيه هو بيعتمد على الفئه فقط لا غير، في تاثير تاني على الصوره. بس ممكن احنا نلعب لعب ظريفه جدا مثلا، وليكن خلاص انا كده اعتبر شرحت الانيميشن يعني خلاص. بس لو انا جيت مثلا فتحت عملت مثلا صفحه جديده، جيت رحت عامل كده، وجيت رحت جاي مثلا المربع تاني اللون البينك مثلا كده، جيت رحت عامل مثلا مربع جديد ماشي لون جرين مثلا كده، محدش يسألني ايه التصميم ده عشان انا نفسي مش عارف الحقيقة. واخترت صباع كده كده يكون عرض الالوان يعني ماشي. الفكرة بس ان انا غلطت غلطة غلطت غلطة، عملتهم كلهم في لاير واحدة. طبعا انت الموضوع بدل انت عملتهم في لاير واحدة يبقى لازم نخرجهم كلهم من الايرادات بتاعتهم، ولا يبقى ما عملناش حاجة. يا جماعة دي كلها مش تصميمات، ده على سبيل بس اني بوضح لكم الفكرة في الاخر. طبعا مش تصميمات، تصميمات بمعنى الكلمة يعني. كده لسه في 2 لايرين مع بعض، دي اخر لايرز معايا هيك. دلوقتي اللي بعمله بخرج اللايرات من الايه؟ من فكرة ال الواحدة، فبخلي كل لاير كل لاير زي كده كده. انا خلاص كل اللايرز دلوقتي عندي الطبقة الواحدة. انا عايز اخلي كل مربع يشتغل لوحده، واحد ده دلوقتي ما بتشتغل مش عارف هي تبع انهي لايرز يعني. خلاص عرفت كده. هي واحدة هجيلكم كده، التصميم بتاعي انتهى تمام. بس هنعرفه بس بعد دقيقة واحدة بس.
معلش يا جماعة. أنا كنت بس في حاجة بعملها وخلاص، احنا هنكمل تكملة المحاضرة. زي ما كملنا من التصميم بتاعنا دوت، أعتقد كده الشيرنج واضح. ماشي خلاص، لا الصوت هيجي حالا. طيب أنا دلوقتي بقى عايز أحرك تاني التصميم بتاعي دوت له كده اللايرز الأولاني. لا أنا مش عايز أي حاجة في اللايرز الأولاني تبان. تمام. إلا لما في التايرز التاني لايرز اقوم ضاغط عليها كده اهو، واختار مثلا المربع دوت، اقوم ضاغط هنا اهو واختار المربع الجرين ده مثلا، واضغط عليها كده كده دوت بالشكل دوت بالشكل ده. هو ده التصميم بتاعي والشكل اللي انا عايزه. الناس بص بقى ايه اللي هيحصل. ده مش كده وبس، انا كده ما ظبطتش التايم. لو انا ظبطت التايم بتاع الحاجه تمام، جيت هنا اهو مثلا 5 برضو، هنا عملته 5 وهنا عملته 5، وانا جيت ضغطت بلاي كده اهوت. لا انا مش مريحني كده، انا ممكن ان اسرعه. تمام، بحس انه كده مش حلو، ممكن اسرع. اهم نقطة معايا في الحوار سواء ده او التصميم، سواء التصميم ده او التصميم ده، انا التصميم بتاعي لازم احفظه جي اي اف. حفظ معايا جي بي اف، احفظ التصميم بتاعي جي اي اف لازم. طيب انا هستاذنكم يا جماعه دقيقتين بالظبط واكون معاكم، عشان بس في حاجه تليفون معايا ان شاء الله. معلش هستاذنكم دقيقتين يا جماعه وان شاء الله اكون معاكم. اعمل فني يبلغ الكل.
حضرتكم سامعيني؟ الملف بتاعتنا جي بي جي، وهنعرف دلوقتي حالا الفرق بين المحفظة جي بي جي، عفوا بنحفظها جي اي اف، والفرق بين احنا بنحفظها جي اي اف، ولو حفظناها جي بي جي ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي دخلت اهوت على البرنامج، وده التصميم بتاعي خلاص النهائي اللي انا هحفظه. ما احنا شايفين الوقت بتاعي دوت، بقوم ضغط سيف از. لو انا دلوقتي هحفظ الملف دوت بشكلين، هحفظه الاول بجي بي جي، تمام؟ ليكم كده مثلا اهو كده انا حفظت الملف في بتاعي، شوف ايه اللي هيحصل واحفظه بجي بي جي بي جي جي اي اف جي اي اف كومبيو سيف كومبيو سيف اللي هو جي اي اف، تمام؟ واشوف ايه اللي هيحصل، تمام؟ او نخليها جي اي اف، او ماشي ممكن نديها عشان بس نعرف نفرق بينهم ونشوف ايه اللي هيحصل. ده التصميم بتاعي اللي محفوظ عادي جي بي جي. ده التصميم ال جي بي جي، تمام؟ بقى بالشكل ده معايا اللي هو ده. لو قعدت 3 ساعات عمره ما هيتحرك، لازم الصورة بتاعة تتحرك تسيب التصميم جي بي جي. لو انا سيفت التصميم بتاعي جي بي جي تشتغل معايا مفيش اي مشاكل. ممكن انا ما تشتغلش، مش ما عنديش برنامج بيقرا الجي اي اف عندي، فممكن ما تشتغلش عندي، عملها تشتغل معايا مفيش اي مشاكل عنده. يعني ممكن اختار برنامج لكويك تايم مثلا، طيب تمام. لا اقول كويك تايم مش قريها. طيب هي عامة يعني الفرق بين الجي اي اف والجي بي جي هو دوت، مفيش اي فرق بينهم مع بعض غير الفكره ديت ان جي اي اف زي ما احنا قلنا، تمام؟ مهما سيفناها لو سيف بجي بي جي عمرها ما هتشتغل معاك، تمام؟ وهيبقى بالعكس، ده هو هيسيف اللاير اللي انت واقف عليها. يعني انت لو واقف ان هو هيسيف ديت، لو انت واقف ان هو هيسيف ديت، تمام؟ اما الجي بي جي بيسيف لي مجموعه العمل بالكامل، تمام؟ اللي هي الكذا فريم اللي انا عملته او كذا فريمز اللي انا عملته دول، تمام؟ ويشتغل معايا عادي جدا مفيش اي مشاكل، واقدر ان انا اشتغل بيها او استخدمها في اي حاجه انا حابب ان انا استخدمها بيها، تمام؟ ده الفرق بين الجي بي جي والجي اي اف. هنا ديت تايم لاين، يعني بيقول لي لو انا حابب شكل او طريقة عرض تانية للبرنامج مختلفة شوية عن الأولانية، لو أنا حابب إن أنا أشوف فترة العرض ديت تنسيب الأنيميشن مش فكرة تفاصيل تانية. أهم نقطة بس أنتوا تنصحوا إنكم تحفظوها جي أي إف.
شرحنا الـ GIF. طيب كده انا اعتبر خلصت منهج الفوتوشوب بالكامل. مفيش اي جزئية تانية في الفوتوشوب ما شفتهاش الحمد لله. لو في اي اسئلة بقى او اي استفسارات يا ريت ضحى.
الكلام بتاعي ليكم، وان شاء الله اشوفكم ان شاء الله باذن الله كلكم معاكم الشهاده، وكلكم معايا في المحاضره المميزه اللي هعملها للناس اللي كانت معانا من اول المحاضرات. وجزاكم الله كل خير. اتفضلوا بقى لو في اي حد عنده اي سؤال. ربع ساعة لو في أي سؤال حد عايز يسأله أنا تحت أمركم، عن الدورة كلها مش عن المحاضرة النهاردة خالص. جست وان ماشي. هو برنامج الفوتوشوب متوفر، هو برنامج الفوتوشوب متوفر على موقع أدوبي، بس طبعا هو برنامج مش مجاني، فعشان كده طبعا أكاديميا ما بتقدرش تعمله إتاحة، لأن إحنا هنا بنحترم حقوق الملكية الفكرية. فحضرتك ممكن انك انت تستفيد تنزل برنامج من على موقع ادوبي لمدة 30 يوم فري معاك، تقدر تعمل اللي انت عايزه كله وتجربه. ممكن لو حبيت انك انت تستخدمه 30 يوم تاني تغير النسخة ويشتغل معاك زي الفل. حضرتك لسه حاضر محاضرتين، ينفع تمتحني ولا لا؟ اعتقد حضرتك ممكن تسألي السؤال ده الإدارة، لأن أنا ماليش سلطة فيه بصراحة. بالنسبة لي أنا أول مرة أدخل أعمل إيه بقى عشان الشهادة؟ برضو حضرتك ممكن تتوجهي بسؤالك للإدارة إن شاء الله. أنا بعتذر إن أنا أجاوب على الأسئلة دي، لأن بصراحة ما عنديش معلومات عنها. جست 522، حضرتك تستطيع تسجل معانا في الدورة عامة ولا في ال لو حضرتك بتتكلم عن الدورة يبقى حضرتك المفروض انك انت مسجل معانا كده على طول. في الدورة حضرتك مسجل معانا بوجود حضرتك معانا في أكتر من 7 أو 8 محاضرات في الدورة. غير كده حضرتك ممكن ترجع للإدارة وهم هيقولوك بقى لو هيقدروا ينزلوا شهادات للناس ولا هيختصوا ناس بس ولا لأ. بصراحة دي مش خاصة بيا أنا. في ناس بتقول يا باشمهندس عفوا، احنا كلنا محتاجين أدوات عشان نقدر نعمل تصميمات مميزة. يا ريت لو حضرتك تدلنا على موقع انزل نقدر ننزل فروش وفونتات للكتابة. ده وضع طبيعي يا باشمهندس، ان شاء الله تابعونا على صفحة الدورة. صفحة الدورة يا ريت انا ممكن انزلها لكم ثانية واحدة. صفحة الدورة ان شاء الله هنزلوك عليها كل جديد باذن الله، ولاي شخص فيكم حابب ينزل اي تصميم ان شاء الله هناخده كلها، وهنقول له مزايا التصميم ايه وهنقول له عيوب التصميم ايه، وهتعامل معاكم بقى بمعاملة ان كنتوا خلاص بقيتوا ديزاينر. فمش هتكلم معاكم بمبدأ ال يعني ان انا بقى هتكلم واقول لكم لا اصل دي فيها ميزه كذا وكذا، لا انا هخش اقول لك على طول والله يا باشمهندس لو كنت استخدمت كذا وكذا وكذا هيبقى افضل، وان شاء الله هنتواصل بيها مع بعض اكتر، وهنزل لكم فيها فروش وهنزل لكم فيها باترنز وهنزل لكم فيها كل الفلاتر وزي كل اللي انتوا عايزينه ان شاء الله هتبقى موجوده على الصفحه ديت. استاذن حضرتك يا استاذ احمد، احنا هنا ما بيسمحش باي حاجه غير خاصه بالاكاديميه، فبعتذر لحضرتك انك انت تنزل اي لينكات غير خاصه بالاكاديميه فقط. استاذ جنرال 111، حضرتك عايز قوالب جاهزه او ما فيش حاجه اسمها فوتوشوب اسمها قوالب جاهزه، في حاجه اسمها بي اس دي لو كلامي انا صح. يعني لو حضرتك قصدك على بي اس دي اسمها بي اس دي، مفيش حاجه اسمها قوالب جاهزه. دي ان شاء الله برضو يا فندم هنوفرها لحضرتكم باذن الله على صفحه الاكاديميه او على المنتدى الخاص بالموقع باذن الله. واستاذ محمد معانا هنا اهوت في صفحه الاكاديميه باذن الله، هنتابع معاه باذن الله وهنحاول ننزل لكم باذن الله ادوات جديده. ده وفرش وبي اس دي وكل اللي انتوا عايزينه. حاضر. حاجة خاصة بأي مواقع أخرى بعد إذنكم لو سمحتوا، لأن إحنا ما بننزلش ملفات لا مفتوحة ولا بندعم أي حاجة ليها حقوق ملكية فكرية. فبعد إذنكم يا جماعة محدش يكتب مرابط مواقع، محدش يكتب أسماء مواقع، محدش يكتب أي حاجة غير اللي موجود في الأكاديمية فقط بعد إذنكم. في أي أسئلة يا جماعة خاصة بالبرنامج؟
استاذ احمد بيقول لو البرنامج تقل او بيقفل مره واحده، هو البرنامج الفوتوشوب لما بيتقل ما بيقفلش مره واحده، لو البرنامج عندك بيتقل وبيقفل مره واحده يبقى حضرتك عندك مشكله في النسخه. في حد تاني بيسأل بيقول انا لما باجي اعمل انعكاس للصوره لما باجي اعمل انعكاس للصوره مش بيتعمل. حضرتك قصدك انعكاس بمعنى ايه؟ او حضرتك قصدك انعكاس بمعنى ايه يعني؟ طيب عامة في سؤال تاني بيقول لي انا نازل فوتوشوب 2012 منين؟ من موقع ادوبي. مفيش حاجة اسمها فوتوشوب 2012، في حاجة اسمها فوتوشوب سي اس 5.1، مفيش حاجة اسمها فوتوشوب 2012، عشان كده انت متعرفش تجيب حاجة من جوجل. عبير بتقول انا بحفظ تصميم جي اي اف وبرضه مش بيتحرك. لا يبقى مشكلة عند حضرتك. يا جماعة هي مشكلة الناس اللي بتشتكي، الناس طول ما بتشتغلش معايا جي اي اف، مش من ان التصميم اللي عملناه فيه مشكلة، ان البرنامج ما عندهمش برنامج بيشغل جي اي اف، لان من اول ويندوز 7 مفيش برنامج بيشغل جي اي اف، لازم تنزل برنامج يكون بيشغل جي اي اف معاك. الجرادنت قصدي حضرتك، الجرادنت بيتعمل ازاي؟ حضرتك بتخش على القناة بتاعته بتلاقي 3 ألوان، لون 2 3، بتحددي اللون الأولاني، بتحددي اللون التاني، بتحددي اللون التالت، بعمل الدائرة على الصفحة بتاعتك خلاص الموضوع انتهى. وممكن طبعا تعملي ازاي اللون اللي انت عايزاه، لو محتاجة شوية تفصيلي ممكن أوضحها لك. حاضر. لا أنا بعتذر، أنا أستاذة لو حضرتك مش قصدك انجي ميرا، لو مش قصدك على اللي انا فاهمه يبقى لا، معرفش ايه الجريتر ده، معرفش ايه الجريتر ده بصراحة. لا يعني حضرتك بتجيبها بالعربي؟ ما انا فاهم ولا لا، قصدك يعني حضرتك اللمعة بتاعت الصورة يعني؟ اعتقد يا استاذ وايت تيجر احنا شرحنا كيفيه ازاله الحبوب من الوش واتكلمنا عنها لما اتكلمنا عن الهيلسنج، لو انت فاكر يعني. الفريمز يا باشمهندس او استاذه فاطمه، عفوا، الفريمز او البلويز ممكن حضرتك تعمليها عن طريقتين، ممكن تعمليها عن طريق الستروك تمام بيعمل لك بالواز زي ما انت عايزه، او ممكن تعملي حضرتك عن طريق حاضر من عن طريق الاكشن، يعني ممكن تعمليها من عن طريق الاستروك، ممكن تعمليها عن طريق الاكشن جهاز على طول بيعمل لك بلاويز جاهزه، او ممكن تعمليها عن طريق الاستروك تمام، وممكن حضرتك تعمليها اساسا يدوي، ما فيش اي مشكله فيه. دي 3 طرق انك تعملي بيها بالواز او فريمز. في سؤال تاني بس، او الكتابه اللي عليها لمعه. بص يا باشمهندس الكتابة اللي عليها لمعة تمام، اللي حضرتك قصدك عليها دي بتتعمل عن طريق فلترز تمام. في فلاتر كتير جدا بتعمل الكتابة اللي عليها لمعة أو إضاءة تمام، هي مش لمعة، هي إضاءة أكتر، بتدي نوع من أنواع اللمعان شوية للكتابة تمام. ممكن حضرتك تستخدم فيها الأكشنز بتاع الإف إكس تمام، وهتبقى معمولة بسرعة بسهولة جدا. أستاذ ولاء بتقول إزاي أعمل كتابة علامة مائية بكتابة نارية، اللي حضرتك ازاي تعمل كتابه ناريه سهله جدا، واحنا شرحناها قبل كده اعتقد لما استخدمنا الامر بتاع ستيلزي وقلنا امر ويند اتكلمنا عنها بالتفصيل. ثانية يعني انا يا جماعة باخد اسئلة بالترتيب على فكرة عشان بس ايه الناس تبقى فاهمة. استاذ برضك انجي ميرا برضك بتسألني بتقول لي ازاي نحفظ الصورة بافضل وضوح، افضل وضوح للصورة حضرتك هتستخدميها في ايه؟ ما اصلي مش افضل وضوح وخلاص يعني، لو حضرتك عايزة افضل وضوح يعني اضاءة كويسة يبقى حضرتك تستخدمي قائمة ادجستمنت وتعملي إضاءة كويسة، لو عايزة الصورة تبقى معقولة أو شكلها كويس بعدين هتستخدمي جي بي جي، بس تعمليه على آخر ضغط معاكي وهتبقى شغالة معاكي زي الفل مفيش أي مشاكل.
الفيديو بطريقة تنمية بشرة بسهولة ترى أقدر أساعد بيه الأعضاء هنا. أستاذ أحمد بعد إذن حضرتك لو سمحت، إحنا هنا ما بندعمش المواقع الخارجية، يعني لو حضرتك حابب إنك تعمل حاجة أدفيزيت في فوتوشوب أنا أول واحد هساعد حضرتك فيها، وممكن حضرتك تقدم من أوض وإن شاء الله حضرتك بتقدم معانا هنا في الأكاديمية، وإن شاء الله حضرتك تدرس فوتوشوب مثلا وليكن أدفانسد، أنا مش هبقى زعلان، بس حضرتك ما ينفعش إنك تنزل حاجة خاصة بحضرتك موجودة هنا معانا في الموقع. لو حضرتك عايز ترفع حاجة زي كده ممكن ترفعها على المنتدى وتاخد القبول أو الرفض. تحت أمرك أستاذ أحمد. ممكن حصص تطبيقية نصنع فيها تصميمات كاملة بما فيها صور وتأثيرات جيس 373، وتقريبا أنا كنت بتكلم في الموضوع يعني على فكرة. والله يا جماعة أنا قلت يا جماعة هنعمل حاجة اسمها ورك شوب، تمام، وقلنا إن الورك شوب ديت هنعمل فيها كل واحد يجيب تصميم وهنتكلم عن تصميمات خطيرة جدا، وهنتكلم عن يعني مش عايز أقول لكم، هنتكلم عن تصميمات قوية جدا جدا جدا، هنستخدم فيها فوق ال 100 لايرز، وهنستخدم تصميمات هنقعد بقى مع بعض يعني نعيش فيها. بس عشان انا اكون يعني صادق معاكم في حاجه زي كده لازم اكون انا فاضي ومتفرغ، يعني الميت لايرز لازم اكون انا قاعد مثلا قاعدين محاضره ساعتين ثلاثه مع بعض 4 ساعات. فتابعونا ان شاء الله على الصفحه بتاعتنا، تمام، ما تزهقوش ما تيأسوش، في خلال 15 يوم او 20 يوم بكتير بكتير قوي قوي ان شاء الله هنعمل المحاضرات ديت، هتبقى محاضرات تطبيقيه مالهاش علاقه خالص بالشهاده، مالهاش علاقه خالص بالشهاده. انا بقولها تاني، دي حاجه اسمها ورك شوب. ورك شوب يعني ديت حاجة يعني أنا وأنت ومحمد وإبراهيم وعمر وإسلام كلنا بنقعد مع بعض كده، تمام. بيجي محمد يقول والله يا جماعة أنا عندي التصميم ده نشوفه يعرضه، يقول لنا طريقة عمله إزاي. يجي إسلام يقول التصميم ده برضك ونشوفه ونشوف طريقة عمله إزاي، ونقول له لا والله ده كويس، ونقول له لا ده وحش. وأنا ممكن أخش برضك أعلمكم، أقول لكم والله لا تعالوا يا جماعة إزاي نعمل بقى مثلا تأثير النار بشكل احترافي جدا، ازاي يا جماعه نعمل صوره مثلا زي صور البوسترات اللي بنشوفها موجوده في عفوا في السينما او في المسرح. تعالوا ازاي نعمل بوستر مثلا احترافي لمطبعه لكتاب. كل التفاصيل ديت ازاي نعملها، وازاي نستخدم لايرات كتيره ونعمل شغل بروفيشنال، كل ده ان شاء الله هنعمله. بس انا هفضل ان شاء الله واقول لكم المواعيد دي والتفاصيل ديت، فما تقلقوش باذن الله. بس دي مالهاش علاقه بالشهاده، وانا بكرر تاني مره اول خبرات في تصميم بعينه بمساعده حضرتك مع ارشاداتك. الله ينور عليك، شكرا ليك. حد تاني بيقول ايه؟ كيف اخلي اسمي ينكتب قدامي؟ عفوا يا استاذ، يعني ينكتب قدامك؟ هذا اليوم درس ممكن، شكرا لكم. اليوم كنا في اخر محاضره اخ وسام، تمام، بس الدروس السابقه ممكن حضرتك تشوف الدروس السابقه احسن شهاده اذا غلط. يا جماعه موضوع الشهاده ده ممكن حضرتك ترجعوا للاداره فيه، بعتذر عن رد عن اي موضوع خاص بالشهاده يعني. حضرتك لو بس تعمل تحفظه سي جي اي اف وهيشتغل معاك على طول. استاذ محمد احمد بينزل لنا الصفحه بتاعتي الخاصه بالدوره، حضرتك هتتابعوني على الصفحه الخاصه بالدوره اللي هي استاذ محمد احمد نزلها حالا دلوقتي اهيت. دي الصفحه اللي ان شاء الله هتنزل عليها كامل تفاصيل. انتظروا ان شاء الله في دوله من الناس اللي امتحنت معانا امتحان الامتحان الاول للمره الثانيه عن الناس اللي ما كانتش حضرت عشان رمضان يعني. تنزل درجات الناس اللي حضرت كلها، وان شاء الله بعديها بفتره بسيطه جدا هنقول الامتحان. نتكلم بقى عن الامتحان خلاص كفايه كده، ولا في اي اسئله تانيه؟ في اسئله ولا نتكلم عن الامتحان؟ طيب بالنسبه كيف اخلي اسمي بينكتب بقلم متحرك؟ لا ما
المعلومة مش واضحة لي يا أستاذ دوايت تيجر، أنا المعلومة مش واضحة لي، يعني إيه خلي اسمي ينكتب بقلم متحرك؟ يعني حضرتك عايز اسمك يتكتب كأنه بيتكتب بقلم متحرك كده؟ طيب عامة واضح إنه مش معانا لأنه مش بيرد. صحيح والله، يعني طيب تمام يا باشمهندس، حضرتك في برنامج متخصص في طريقة عمل كتابة الصور، تمام؟ يعني انت تكتب كلمة مثلا او تكتب جملة او تعمل صورة وازاي تحركها وتحركها بشكل احترافي، ده مش موجود في الفوتوشوب، ده في برنامج تاني اسمه سويتش ماكس، تمام؟ البرنامج ده هو المتخصص في صناعة الصور المتحركة، هذا البرنامج هو المتخصص في صناعة الصور المتحركة. اما الفوتوشوب هو بيستخدم، تمام، في حالة لو الشخص يعني عنده مش عنده البرنامج ومحتاج يعمل حاجة في الإنجاز كده فبنعملها، ده يعني الحل الوحيد. أما البرنامج الفوتوشوب في موضوع الأنيميشن ده الناس ما تمسكش فيه لأن هو مش بتاعه، يعني الأنيميشن ده مش بتاع الفوتوشوب، دي إضافة كده بس بتشغلك، يعني لو أنت حابب مثلا تعمل حاجة كده مثلا سريعة وكده ممكن تستخدمها فقط لا غير. اما الشغل البروفيشنال وانك تطلع انك تكن القلم ان الاسم المكتوب بقلم وانك تحط صوره جنبك وانك يعني دي حاجات خاصه شويه بالبرامج الخاصه البرنامج زي سويتش ماكس كده. خلاص نتكلم بقى عن الامتحان بتاعنا. الامتحان بتاعنا ان شاء الله هيبقى عباره عن أسئلة نظري وأسئلة عملي. سألت سؤال قبل كده وجالي على الميل رسالة، والحقيقة الرسالة كانت استهجانية شوية، بتستهجن بيها إن إزاي الفوتوشوب كبرنامج يتسأل فيه نظري. هو ده برنامج الوورد عشان يتسأل فيه نظري؟ كانت معنى الرسالة كده، وأعتقد إن البرنامج دوت لابد انه يتعامل عملي وان النظر دوت ملوش اي دور في برنامج الفوتوشوب والى اخره. يا جماعه انا لما باجي اعمل امتحان بتاعي نظري وعملي ليا في فكري جزئيه معينه، ناس كتير جدا بتعرف يعني ايه فوتوشوب، بتشتغل على الفوتوشوب بس ما بتعرفش الادوات اللي بتشتغل عليها، بتفرق كتير قوي معايا. لما اجي اسالك اقول لك انت استخدمت في التصميم ده ايه، تقول لي استخدمت اللي هي عارف انت العصاية اللي طلع لها شعر ديت، فاهم؟ دي اللي المفروض انها فرشة. طب يا جماعة انت المفروض انك تبقى فاهم يعني ايه الفراش، يعني ايه، ولازم تبقى عارف هي الفراش براش دي بتعمل ايه. ولما اجي اقول لك انت استخدمت فلتر ايه، يا عم الفلتر مش عارف ايه اللي انت بتجيبه من قائمة مش عارف ديستورت ديت، مش فاكر فلتر كده اسمه ويفز ولا مش عارف ايه الفلتر امواج. ما ينفعش فوتوشوب، ما ينفعش برنامج، يعني ما ينفعش برنامج مصمم فوتوشوب يبقى مش عارف يعني ايه فوتوشوب، مش عارف يعني ايه فلتر معين، مش عارف الفلتر ده بيعمل ايه. تمام، كتير جدا بيجي من الناس موجودين معايا واسالهم ويسالوني يقولوا لي ايه مثلا التصميم ده مش محتاج، اقول والله انت لو حطيت له فلتر مثلا وليكن اي فلتر مثلا، يعني مثلا حطيت له شويه مثلا سمارت بلور مثلا هيبقى الفلتر ده الفيسنج ده هيبقى جامد جدا. دي فجأة سكيل، فاهم؟ هو مش عارف، هو بس ايه قدامه الاوامر كلها وفاهم الاوامر دي بتعمل ايه بس مش عارف كل امر بالظبط بيعمل ايه. عشان كده انا بمتحنك نظري عشان افهم انت فاهم الفوتوشوب فعلا وعارف كل اداة بتعمل ايه في البرنامج ولا لا، وبمتحنك عملي عشان اعرف انت قدرت تطبق الادوات دي كلها وتجمعها في صفحة واحدة ولا لا، في تصميم واحد ولا لا. هو ده وجهة نظري في موضوع ان انا بخلي التصميم عملي وبخلي التصميم جزء نظري وجزء عملي. تمام، ان شاء الله باذن الله برضك هيبقى الامتحان بتاعنا جزء نظري بس مش هيبقى 3 اسئله، هيبقى مجموعه اسئله وهيبقى جزء عملي.
هيبقى مجموعة أسئلة مثلا مش هحدد عدد معين، وهيبقى أكتر من تصميم. مدة الامتحان هتبقى 2:30. أنا بقولكوا كده ليه؟ لأن أنا لما كنت في الأول بديكوا 2 ساعة في التصميم الواحد وثلاث أسئلة معاه، كنت أنت لسه في البداية، فكل أداة غريبة بالنسبة لك وبتجرب وبتعمل وبتاع. دلوقتي أنت بقيت راجل بروفيشنال خلاص، خدت 12 محاضرة في الفوتوشوب أو 13 محاضرة، فما أقدرش إن أنا أقولك لأ أعمل تصميم أو تصميمين، لأ ما ينفعش. لازم أخليك تعمل أكتر من تصميم، ولازم أخليك تعمل تجاوب على مجموعة أسئلة في وقت صغير، عشان أنت لما هتشتغل بعد كده إن شاء الله في المستقبل هتلاقي نفسك مطلوب منك إنك تعمل تصميم في 10 دقايق، تصميم في 10 دقايق. طبعا حاجة مستحيلة بالنسبة للناس اللي في البداية لسه. أنا بدربك إنك إزاي تبقى محترف، ومش هضغط عليك برضك، ومش هاجي عليك في حاجة. وقتك هتاخده وهيفيد، وكلكم هتكتشفوا كده في الامتحان. بس أهم حاجة إنك تبقى مستعد وعامل حسابك. زي ما قلت، جزء نظري وجزء عملي. الجزء النظري هيبقى مجموعة أسئلة وهتجاوبوها، الجزء العملي هيبقى عبارة عن أكتر من تصميم، وأعتقد إن هيبقى فيه تصميم كبير يعني وتصميم صغير. ميعاد الامتحان إمتى؟ في خلال الأسبوع القادم. خلال الأسبوع القادم هينزل لحضراتكم النهاردة بإذن الله يوم الاثنين، هينزل لحضراتكم بإذن الله قبل يوم الخميس ميعاد الامتحان اللي هو هيبقى الأسبوع القادم. حضراتكم هتتابعونا على صفحة الأكاديمية، صفحة الأكاديمية وصفحة الدورة. تمام، صفحة الأكاديمية وصفحة الدورة هتابعونا عليها، لو في أي جديد هنبلغكم من عن طريقها. لأ التاريخ بالتحديد أنا مش هقدر أحددهولك يا سليمان، لأن يعني أنا كنت هقدر أحدده كنت قلته من أول يعني أعتقد يعني. فلسه أراجع مواعيدي وأشوف الشغل عندي هيبقى نظام عندهم إيه بإذن الله، لأن أنا عايز أبقى موجود معاكم في المحاضرة ديت، عشان أنت عارف إنك هتسألوا 500 سؤال. فعايز بقى، مش عايز يبقى زي المحاضرة الامتحان اللي فات، لا أنا عايز أكون معاكم إن شاء الله. فبإذن الله تعالى يعني تبقى المحاضرة في خلال الأسبوع القادم بإذن الله، وهينزل لكم الميعاد يوم الخميس، يعني قبل يوم الخميس إن شاء الله، أو يوم الخميس على الأقصى بإذن الله. في حاجة تانية؟ طيب في سؤال؟ أستاذ أحمد بيقول إن شاء الله نرفع راسك، بيظهر تعبك معانا بطريقة إيجابية، ربنا يخليك لينا يا أستاذ أحمد، بتمنى فعلا إن كلكم تجيبوا امتياز في الامتحان، ده أتمنى ذلك يعني. معلش سؤال صغير، كلاس برانس لما بيشتغل بيها بيبوظ كل الليرات اللي كنت عايزها على لاير واحدة بس. طيب يعني خلينا نتكلم بعقلانية شوية. هو أنا دلوقتي لما أجي أشتغل إيمج وأعمل أدجستمنت، انا بقى المفروض ان انا بعمل الادجستمنت ده على لايرز واحده، ولا بعمل الادجستمنت دوت على التصميم بتاعي كله؟ يعني انا لما حاجه اعمل نقاء بصوره معينه هنقي الصوره بس، ولا هنقي التصميم بتاعي بالكامل؟ انا وجهه نظري الشخصيه ان انا لما انقي حاجه زي كده لازم انقي التصميم بالكامل، عشان كده هو اوتوماتيك ما بيجيبلكش ما بيعمل لك التصميم بالكامل. يعني انا دلوقتي لو استخدمت الكارل بلانس مثلا في اي تصميم انت بتستخدمه، لازم هتلاقيه بيعمل لك التصميم. بس في حاجه انت بتحدده، يعني ممكن انت تقوله لا لو سمحت انا عايز على التصميم الفلاني، او لا انا عايز التصميم الفلاني عادي برضو. بس هو انا شايف ان الاصح انك تستخدمه على التصميم الكامل، بس ده مش مرتبط بانك انت تستخدمه. لا انت المفروض بتضغط على اللاير بتاعتك تعمل الكلر بلانس، بيحدد اللاير اللي انت محددها. بس الفكره كلها انك انت ممكن تكون مش محدد اللاير بتاعتك. اما انا رايي الشخصي انك تستخدمه على التصميم بتاعك بعد ما تخلصه كله، تعمل حاجه اسمها كلر بلانس او ادجستمنت بقى، وتستخدم كل اوامرها وتعمل تظبط الشغل بتاعك النهائي. لو انت عايز بقى تعمل مثلا، هتاخد مثلا لايرز معينه وعايز تعدلها، خدها لوحدها بره وعدلها ورجعها تاني التصميم. بس طبعا هو ممكن يشتغل عادي، بس لازم تحدد اللايرز بتاعتك.
في حاجة تانية، سؤال تاني. أستاذ عبير بتقول أنا عايزين نعرف نتيجة الامتحان اللي فات، نتيجة الامتحان الأولاني هتنزل بكرة أو بعده بإذن الله تعالى، بكرة أو بعده بإذن الله انزل نتائج الامتحان الأولاني كلها. وبعتذر للناس اللي ممكن تظهر اسمها الأساسي، بس عشان احنا المرة اللي فاتت ما كانش الناس غلطت وكتبت اسمها الحقيقي، واحنا ما كناش طالبين الاسم الحقيقي، فاحنا مضطرين ننزل الأسماء كلها. في أسئلة تانية يا جماعة؟ في ناس امتحانها هيبقى على النت برضو، وطبعا امتحانها هيبقى على النت برضو. بس بعد اذنك نزلنا مواقع فضات وبرشات قبل ميعاد الامتحان. حاضر يا استاذ عماد. انا مش هنزل اسماء مواقع على فكره، انا هنزل برشات وهنزل فونتات جاهزه لحضرتك تقدر تستخدموها، اما مش هنزل اسماء مواقع. لو في أسئلة تانية يا جماعة. أنا بجد يا جماعة يعني سعيد خلال الفترات، ويا رب كلكم فعلا تكونوا استفدتوا معايا. يعني لازم أسألكم السؤال ده كلكم، لو في أي حد يا جماعة عنده أي مش عايز، أنا متضايق مني أنا في حاجة، يا ريت يقولها على الأكاديمية على الناس كلها. وأنا بجد لو كنت مقصر معاه في حاجة أنا ما عنديش أي مشاكل، تمام. فلو في اي حد فيكم يا جماعه زعلان مني، او اكون مثلا ضايقته بتنقط ما ردتش على سؤال لي او الى اخره، بجد يا جماعه كان غصب عني. بجد بجد انا بشكركم على حسن استماعكم ليا، وبشكركم على تواصلكم معايا، واتمنى يا رب يكون لكم باذن الله تكونوا يعني متمرسين في برنامج الفوتوشوب دوت، وتستفيدوا بيه وفعلا كلكم تشتغلوا بيه، وربنا يرزقكم يعني رزق حلال بيه ان شاء الله. واتمنى اكون ان انا قدرت اوصل لكم المعلومه صح، وبرضه بكررها للمره الاخيره يا جماعه، اتمنى ان ما يكونش اي حد فيكم، ان ما يكونش حد منكم زعلان مني في اي حاجه. واشكركم شكرا جزيلا، وجزاكم الله كل خيرا على حضوركم معانا، وان شاء الله تابعونا على الاكاديميه باذن الله، هتلاقوا باذن الله يعني مدورات كتيره جدا هتفيدكم. وتابعونا بإذن الله بشكل شخصي على الأكاديمية على الموقع، وهكون معاكم في أي وقت هبقى فاضي فيه هكون معاكم. وأي حد فيكم يا جماعة حابب يتطوع معانا، لو عنده أي معلومة أي فكرة أي حاجة حابب يقولها على صفحة الأكاديمية، على الرابط بتاع طرح الأسئلة، ممكن حضرتك تخش عليه وتملى، أو فريق العمل أيوه، وتقدر تملى بيانات وتتكلم في أي حاجة أنت حابب تتكلم فيها معانا. شكرا ليكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترك الغرفة للدعم الفني، والدعم الفني كان طالب مايك، الدعم الفني كان عايز مايك صح؟ أنا أترككم مع الدعم الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامعني كويس؟ نرحب بكم أكاديمية منطقة الدارين، أرحب بجميع الطلبة، إن شاء الله استفدتوا بوقتكم، وأنا مستعد لو عندكم أي استفسار أو مشكلة في أحاول الأكاديمية.
مفيش حد عنده استفسار أو عاوز مساعدة؟ اتفضل يا جستون، بس عاوز نبدأ جستون. لو عاوز تسجل في كورس تاني وتدخل المحاضرة، تغير اسمك من جستون تكتبه بالإنجليزي وأحط لك رابط صورة تشرح لك إزاي تغير اسمك. وبالنسبة لبرنامج الفوتوشوب ممكن تنزله من موقع أدوبي الرسمي، هحطه دلوقتي. تدخل على داونلودز، تختار برنامج أدوبي فوتوشوب، تدي الصورة تغيير اسم الجسم اللي تطبق عليها وتشوف الصورة. معلش أستاذ أحمد، ممكن تدخل المنتدى وتسأل هناك، تحط الموضوع بتاعك وتشوف مدير الموقع يوافق ولا لأ. ممكن تراجع لي ده على الإيميل ده، حطه دلوقتي. يسوان وإياك، وإن شاء الله تستفيد بوقتك. هو أيضا ممكن أي اقتراح عندك أستاذ أحمد ترسله. وبالنسبة لي عاوز لأول مرة يدخل ومش عارف إزاي يشتغل على الأكاديمية، يدخل موقع رئيسي ويسجل. دي صورة تشرح واجهة الموقع الرئيسي. بعد ما يسجل ممكن يدخل أي كورس، ممكن تتابعونا على صفحة الفيس، تنزل عليها جميع الإعلانات، كل حاجة جديدة. واللي مش عارف المواعيد، ده جدول المواعيد جميع المحاضرات اللي بتقدمها الأكاديمية، والمواعيد كلها بتوع القاهرة. ممكن تدخل على صفحة الفيس على يسار في التوقيت الإعلامي رابط، ممكن تحسب فرق التوقيت لو انت في مدينة أخرى. وده رابط المنتدى، تلاقوا فيه جميع الفيديوهات والتسجيلات السابقة لأي كورس من كورسات الأكاديمية. ممكن تدخلوا على قسم دورة دبلومة تصميم فوتوشوب وتنزل فيديوهات أو أي معلومات أو أي اقتراحات. ممكن في استفسار تاني؟ ممكن تتابعني على صفحة الفيس يا أستاذ أحمد، أو تراسل الإيميل اللي توفر على الإدارة. بالنسبة للشهادة كعامة، أديك فكرة، هي تم منح معتمدة من جمعية الدارين الخيرية مشروع برقم 27552 2011 في اسكندرية، وتقدر تصدقها في وزارة التضامن الاجتماعي. لو كنت في مصر ممكن تاخدها هارد كوبي، لو كنت خارج مصر ممكن تبعتها لك بالميل. وتنبيه اخر للاستاذ احمد، لما تدخل معلش مره ثانيه في اي محاضره تكتب اسمك بالانجليزي عشان ده داتابيز ما تدعمش اللغه العربيه، وتختار نفس الاسم في المحاضره. مثلا دخلت ماده فوتوشوب دايما تختار نفس الاسم عشان تحدد كم حضرت من المحاضرات، لما يديك شهاده معترف باسمك. والله ممكن تراجع الاداره بالنسبه اللي يحتاج تاخد شهاده، ممكن انت وفرع الاداره على الايميل ده ترسل لهم، او على صفحه الفيس ممكن تسأل. ده الإيميل. أي حدا عنده استفسار ثاني؟ طبعا كانت معنا آخر محاضرة اليوم في الفوتوشوب، وجزا الله خيرا أستاذ محمد عاطف اللي أعطى قوة لديه. نعم، كل المحاضرات موجودة على الستون على المنتدى. معلش في اليوتيوب المحاضرات الأولى مش بتنزلها عشان ضغط على فريق العمل، بس إن شاء الله ننزلها على اليوتيوب الأقباط كلها. محاضرات المنتدى ممكن تدخل دبلوم الفوتوشوب، تلاقي جميع المحاضرات المنتدى. تدخل على الصفحة الرئيسية وتلاقي على أقصى الشمال فوق تسجيل أو اشتراك عفوا، وترسل لك رسالة تفعيل على الإيميل بتاعك. تقدر تدخل عادي بدل تسجل في أي كورس أنت عاوزه. ودي صورة شرح الواجهة الرئيسية للموقع، ممكن تفتحها تشوف قدامك. ده الموقع الرئيسي. ده رابط
الفريندز كلها على الفيس، دي جميع الكورسات اللي ممكن تاخدها من الوقت تسجل فيها. ممكن كمان على صفحة الفيسبوك لو على شمال على جدول المواعيد والإيفنتس كل شيء ممكن تحتاجوه، ويسار على الاستفسار ممكن تكتبه على الفيس من دول كامل إن شاء الله بقدر المستطاع. أي حد عنده استفسار مشكلة أنا تحت أمركم. نعم يجلس وانت تسجل اكثر من دورة اللي انت تعجبك ان شاء الله تستفيد. نحن على فكرة عايزين متطوعين معنا في فئة الدعم الفني، في اللي بتشيل الكفاءة واليقدر ساعدنا مثلا في هذا المشروع الخيري المجاني، ممكن يستمر هنا ينضم إلى الجروب الخاصة فريق إن شاء الله نرجع عليه، وحتى اللي ما عندوش خبرة خالص ما يعرفش يشتغل ممكن نحن نجربه ونعلمه إن شاء الله. بعد كده في حد عندي استفسار ونقفل الغرفة. المحاضرة خلصت، الكورس كله خلص إن شاء الله ربي يوفقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.